مصرف أسبوع النهاردة من نقابة الصحفيين. مجلس نقابة الصحفيين طالب الصحفيين اللي تعرضوا لاعتداءات أو تم القبض عليهم أو احتجازهم أو منعهم من الوصول للنقابة لأي سبب بتقديم طالبهم طبعا بتقديم شهادتهم للنقابة عن وقائع الانتهاكات اللي تعرضوا ليها. ده هيكون في صيغة بلاغ علشان يقدموه بعد كده للنائب العام بعد مظاهرات يوم الاثنين اللي فات. النقابة عملت مؤتمر صحفي عرضت فيه شهادات الصحفيين اللي تعرضوا لاعتداءات، وكمان النقابة هتقدم بلاغ للنائب العام بخصوص الاعتداء على النقابة وحصرها ومنع الزملاء من الوصول ليها. بهذا الخصوص مجلس نقابة الصحفيين كمان قدم بلاغ ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وكمان مدير أمن القاهرة بصفتهم بسبب اللي ذكروه عن انتهاكات تمت ضد بعض الزملاء من الصحفيين ومحاولة اقتحام مقر النقابة خلال تظاهرات يوم الاثنين اللي فات. طيب على هذا الخبر بينضم لي عبر الهاتف الأستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين. أهلا وسهلا بك يا أستاذ جمال. أهلا بك مساء الخير. أهلا بك يا فندم، مشرفنا بالتأكيد في مصر في أسبوع. آخر الخطوات اللي أنتوا يعني أجرتوها في غضون الفترة اللي فاتت من يوم الاثنين اللي فات لغاية دلوقتي. والله أنا عايز أقول بس في البداية أن نقابة الصحفيين ليست طرفا في صراع سياسي. نقابة الصحفيين هدفها الأساسي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وعندما نقول حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ليست حرية للصحفيين فقط ولكنها الحرية للشعب المصري بالكامل. يمكن ما حدث يوم الاثنين الماضي، عشرات من سيارات الشرطة كانت حصرت مبنى النقابة والشوارع المحيطة ومنعت الزملاء الصحفيين الذين يحملون عضوية النقابة من دخول مقر نقابتهم، وهذا أمر غريب ومخالف للقانون ومخالف للدستور في الوقت الذي سمحت فيه قوات الأمن لعدد من المتظاهرين بالدخول إلى محيط مقر النقابة ومحاولة اقتحام النقابة ناهيك عن. طب أستاذ جمال أنا عايز أفهم الجزئية دي يا أستاذ جمال، يعني سمحت بالدخول لمحيط مقر النقابة، هل جوه النقابة ولا على السلالم فقط من بره؟ لا على سلالم النقابة، وحاولوا اقتحام مقر النقابة لولا تصدي الأمن الداخلي للنقابة وإغلاق الأبواب والتعدي على الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة المتواجدين داخل مقر النقابة باتهامات غريبة وألفاظ نابية واتهامهم بالخيانة والعمالة. علاوة على ذلك في ذلك اليوم تم القبض على حوالي 46 من الزملاء أثناء تأدية عملهم يمثلون صحف قومية وحزبية وخاصة، وهذا تم أثناء تأدية عملهم، وهذا أيضا مخالف للدستور ومخالف للقانون. إزاء ذلك مجلس نقابة الصحفيين دعا إلى اجتماع طارئ في اليوم التالي مباشرة. في هذا الاجتماع ناقشنا الأمر وناقشنا بحث السبل اللازمة للرد على هذه الانتهاكات التي تعرض لها الزملاء وتعرض لها مبنى النقابة، ومجلس النقابة قرر تقديم بلاغ فوري للمستشار نبيل صادق النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة. بالفعل تقدمنا بالبلاغ بالأمس، ومرفق بالبلاغ صور وفيديوهات تؤكد أن أجهزة الأمن سمحت لعدد كبير من المتظاهرين، بل أنهم دخلوا إلى محيط النقابة في سيارات تحمل لوحات معدنية حكومة، وعندنا الصور والفيديوهات لهذه السيارات. يعني الحكومة حضرتك بتقول بالشكل ده أن الحكومة هي اللي جايبة الناس دي؟ بالفعل بالفعل السيارات مكتوب عليها حكومة، ونحن نمتلك فيديوهات وصور وسوف نقدمها خلال اليومين القادمين للنيابة العامة. أيضا استمعنا إلى شهادات الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات في الشوارع. هذا حدث أمام مؤتمر صحفي، كل زميل روى في وجود نقيب الصحفيين ومجلس النقابة ما تعرض له يوم الاثنين الماضي. وأنا عايز أقول أني ما حدث ده أمر غير مقبول، منع الصحفيين من دخول نقابتهم، منع الصحفيين من أداء عملهم، هذا أمر بأمانة شديدة يسيء لسمعة مصر في الخارج، لأن الصحفي لا يحمل إلا قلم وورقة، لكن عشان يتم التعامل مع هذا الصحفي بالانتهاكات الشديدة التي تعرض لها، ده هذا أمر غير مقبول بالمرة. إحنا بنتابع في الأيام القادمة
بنقدم الشهادات للنيابة العامة تباعا، بنقدم الفيديوهات، بنقدم الصور للنيابة العامة تباعا، ونحن نثق طبعا في النيابة العامة وفي القضاء المصري. طيب أتمنى أن تبقى معي أستاذ جمال، بينضم لي برضو على الهاتف سيادة اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الأسبق. أهلا بك يا سيادة اللواء معنا في مصر في أسبوع. اهلا بيك، اهلا بيك استاذ كمال، اهلا بيك بضيفك العزيز. اهلا بيك يا فندم. شايف ازاي كلام الاستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابه الصحفيين وكلامه عن ان الحكومه يعني جابت ناس، طبعا احنا بنقول على الداخليه حكومه يعني المعنى الدارج المصري، يعني عن انهم جابوا ناس في يعني عربيات سيارات بتحمل لوحات حكوميه يقتحموا او محاوله اقتحام مبنى نقابه الصحفيين، شايف الكلام ده ازاي؟ ده طبعا غير القبض على 46 من الزملاء الصحفيين. لا شوف يا استاذ كمال، فضل. طبعا الكلام ده يعني غير صحيح، ان وزاره الداخليه ما بتحشدش بلطجيه وما بتحشدش ناس في عربيات حكومه لمحاصره نقابه الصحفيين. نقابه الصحفيين طول عمرها منبر للحريه ومنبر لتعدد الاراء ومنبر للوطنيه، وبتنور عقول الشعب المصري كله للاتجاه السياسي. ولكن نقابه الصحفيين دي في الاسبوع اللي قبل هذا الاسبوع وقفوا ناس مش صحفيين على سلالمها يهتفوا بسقوط حكم العسكر، يهتفوا بارحل ارحل، يهتفوا بسباب والفاظ بذيئه برضه مسجله في فيديوهات وكاميرات وافلام على باب نقابه الصحفيين. ده انت يا فندم قصدك في اليوم اللي كانوا في اليوم يا فندم اللي سمي جمعه الارض؟ نعم، في اليوم اللي سمي جمعه الارض علشان الجزيرتين اللي هو الاسبوع اللي قبليها. تمام كان يوم 15 حاجه زي كده. تمام، بال حضرتك. ولكن عمليات الضبط تمت بعيدا عن مجلس النقابه وفي التجمعات، ولما كان بيتضح ان فيهم صحفيين كانت طبعا عمليه الفرز بتتم في الاقسام. صدرت تعليمات من وزاره الداخليه ان اي صحفي فورا اخلاء سبيل، مفيش حد فيهم بات في اسم خالص. كل عمليات الضبط اللي تمت في الشوارع المؤديه الى اماكن التجمعات اتفرزت في الاقسام، واللي تبين ان هو صحفي عمل احسن معامله وتم صرفه. وعلى العموم ده محل بلاغ دلوقتي في عند السيد النائب العام وبيتفحص، وهم موجهين اتهام مباشر للسيد وزير الداخليه والسيد مدير امن القاهره بصفاتهم الوظيفيه، وبالتاكيد يعني الوزاره لديها ما تدافع به عن نفسها. طيب استاذ جمال، رايك في الكلام بتاع سياده اللواء؟ عايز ارد بس على كلام سعاده اللواء فيما يتعلق بيوم جمعه الارض. ما حدث يوم جمعه الارض ان قوات الشرطه هي، وانا شاهد عيان على ما حدث، قوات الشرطه هي التي كانت تطالب من المواطنين الذين يريدون التظاهر بالتوجه الى مقر الى شارع عبد الخالق ثروت والشوارع المحيطه. المظاهرات لم تكن موجوده فقط على سلم النقابه، كانت موجوده في شارع شامبليون، كانت موجوده في شارع طلعت حرب، يعني كانت موجوده في اماكن يعني اي نعم كان موجود في عدد موجود على سلم النقابه، ولكن الشوارع المحيطه كلها كانت فيها اعداد كبيره من المتظاهرين. وانا يمكن انا واحد من الناس، واثناء مروري من شارع عبد الخالق ثروت قوات الشرطه طلبوا مني ان ادخل مبنى النقابه من الشوارع المجاوره. هذا يعني ان دخول المتظاهرين الى هذا المحيط كان باتفاق او باراده من الداخليه. احنا اعتراضنا الاساسي، انا مش معترض ان يمنعوا مواطنين من التظاهر اذا كانوا لا يحصلوا على ترخيص، ولكن احنا اعتراضنا الاساسي على منع الصحفيين وليس منع المتظاهرين. طيب استاذ جمال، برضو يعني سياده اللواء كان بيتكلم على ان وزاره الداخليه ابدا مش بتحشد اي حد علشان يكون امام نقابه الصحفيين، او بالاحرى بين قوسين بلطجيه، وده طبعا بيقول ان كلام حضرتك مش مظبوط في الجزئيه دي. انا قلت لحضرتك احنا عندنا صور وفيديوهات سوف تقدم للنيابة العامة خلال الساعات المقبلة، بسيارات تحمل لوحات معدنية حكومة، تحمل لوحات معدنية حكومة. أنا ما قلتش هل هذه السيارات تابعة لوزارة الداخلية من عدم، ولكنها تحمل لوحات معدنية حكومة. علاوة على ذلك وبسأل سعادة اللواء، طب لماذا سمح لهؤلاء بالدخول إلى محيط النقابة ولم يسمح للصحفيين بدخول مقر النقابة؟ ما قوات الشرطة كانت محاصرة المنطقة، ليه سمحت لهؤلاء ولم تسمح للصحفيين؟ في حين ان الصحفيين ده مقرهم الاساسي، ده بيتهم الاساسي، فتمنعني من دخول بيتي وتدخل ناس غريبه بيتي، ده هذا امر غير مقبول طبعا. ليه؟ سياده اللواء محمد نور الدين، سياده اللواء. اي فندم. حضرتك معايا يا فندم؟
معاك. طيب كلام الاستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابه الصحفيين والخاص بان يعني كان في محاولات لاقتحام النقابه وفي افراد نزلوا من عربيات عليها نمر الحكومه، مش لازم داخليه ولكن عليها نمر حكومه. طبعا احنا كمصريين عارفين ان يعني نمر حكومه يعني نمر داخليه يعني بالعاميه كده يعني. لا نمر حكومه يعني نمر كافه الوزارات المختلفه مش وزاره الداخليه فقط اللي بتتحرك في وزاره الداخليه نمرها مش حكومه نمرها شرطه. طيب انت فصل لي الموضوع ده او فسره لي. شوف حضرتك اتفضل. اولا الضباط والقيادات كان عندهم حساسيه جامده جدا وقويه تجاه المتواجدين على سلالم نقابه الصحفيين وعدم الاقتراب منهم خالص لانه يغلب الظن ان هم صحفيين. استاذ جمال دلوقتي مشكورا بيقول ان بعضهم ما كانش صحفيين ان هم كانوا بلطجيه، لكن التعليمات كانت ممنوع ضبط اي حد من على باب نقابه الصحفيين على الاحسن يعني المفترض ان هم يكونوا صحفيين كلهم، فمش عايزين مشاكل مع الصحافه خاصه الصحافه دي اللي بتواجه الراي العام. والداخليه مش ناقصه هجوم من الصحافه او من اي جهه اخرى، ولكن كان بيتم الضبط في الشوارع المؤديه من بعيد التجمعات، ودي ورد في وسطيها اعداد يمكن الاعداد الاله تريمه كذا 40 واحد طلعوا صحفيين في الاقسام وصدرت التعليمات فورا باخلاء سبيلهم، واتضبط كمان معهم بعض الاجانب وبرضه صدرت التعليمات باخلاء سبيل الاجانب، واتضبط معهم بعض الفتيات وصدرت التعليمات برضه باخلاء سبيل الفتيات. اما محاوله اقتحام النقابه فده طبعا يعني ما كانتش هتسمح به اطلاقا القوات اللي موجوده خاصه اذا استغاث حد من جوه من النقابه والقوات واقفه محيطه، فيستحيل انها كانت تسمح باقتحام النقابه من غرباء. لو حد في الناس اللي جوه تقدم باي صوت باي شكوى للي واقف قدام نقابه الصحفيين كان يمنع ذلك فورا ويتم الضبط، ولكن ما تمش الضبط ليهم وهم كانوا بيهتفوا برضه هتافات عبائيه لاغلبيه الظن ان هم يكونوا صحفيين ومش عايزين مشاكل مع صحفيين. يعني هم كانوا يعني في الوقت ده ما نعتبرش ان هم صحفيين، يعني كانوا بيهتفوا فكانوا من ضمن اللي بيهتفوا يعني. كانوا بيهتفوا لكن معروف ان اللي هيقف على باب نقابه الاطباء ده دكتور، اللي هيقف على باب نقابه الصحفيين صحفيين، ولذلك ما انا بقول لحضرتك ان برضه يعني احنا لينا حق ان احنا نزعل ان كان على باب سلالم من نقابه الصحفيين بيتهتف يسقط حكم العسكر ارحل ارحل وكلام يعف لسان الواحد عن ذكره بالسباب المهين جدا لكافه قيادات الدوله. طيب استاذ جمال يعني سياده اللواء بيتكلم معاك وبيقول ان احنا مش عايزين مشاكل مع الداخليه، طبعا مش عايزه مشاكل مع الصحفيين لان هم بالتاكيد بيوجهوا الراي العام، وفي نفس الوقت اخرجوا كل الصحفيين اللي ثبت ان هم صحفيين بيحملوا كارنيه الصحافه اللي قبض عليهم. طبعا شايف ده ازاي؟ قلت انا في بدايه كلامي ان النقابه ليست طرف في اي صراع سياسي، وبالتالي انا بتكلم على الصحفيين. نحن ضد اي هتافات ضد الدوله، بالعكس نقابه الصحفيين نقابه وطنيه. نحن ضد اي هتافات ضد الجيش المصري، نحن ضد اي هتافات ضد رئيس الجمهوريه ولن نسمح بذلك. ولكن النقطه اللي انا بتكلم فيها بقول على يوم 25 ان يوم 25 المجموعه التي كانت متواجده على سلالم نقابه الصحفيين هي مجموعه سمح بدخولها في الوقت الذي منع دخول الصحفيين. يعني حضرتك انت منعت الصحفي، طب ليه سمحت بناس تاني تدخل؟ يعني هم دخلوا دول بموافقه من قوات الامن اللي كانت موجوده. دي النقطه. النقطه الاولى فيما يتعلق بالقبض على زملاء الصحفيين، بالفعل اتقبض على 46 زميل صحفي، تم الافراج عن معظمهم، يمكن باقي اثنين او ثلاثه تقريبا، لكن بالفعل تم الافراج عنهم في نهايه اليوم، وهم قدموا شهاداتهم بذلك، واحنا ما قلناش انه لسه مقبوض عليهم، احنا اصدرنا بيان وقلنا ان بالفعل تم الافراج عنهم. وسيادة اللواء قال ان هم في تجمعات بعيده تماما عن نقابه الصحفيين. ما اصل حضرتك انا مش بدافع عن النقابه كمبنى فقط، انا بدافع على الصحفيين اثناء تاديه عملهم. يعني معنى ان يتم القبض على صحفي يعمل في صحيفه قوميه او حزبيه او خاصه، هذا معناه انه صحفي بيؤدي عمله المهني مثل ضابط الشرطه مثل الطبيب مثل المهندس، فده امر طبيعي ان يؤدي عمله. فعندما يتم القبض عليه اثناء تاديه العمل رغم انه يحمل كارنيه عدوية نقابه الصحفيين فهذا امر غير مقبول. ماذا تم القبض عليه منذ البدايه وهو يحمل عدوية النقابة؟ هو لا يحمل طبنجة، هو ليس إرهاب عشان يتم القبض عليه. يعني تم القبض عليهم وظلوا خمس أو ست ساعات حتى تم الإفراج عنهم. طب البداية خاطئة، لماذا يتم القبض عليه وهو يحمل عدوية النقابة؟
استاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابه الصحفيين، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. وعوده مره تانية لسياده اللواء محمد نور الدين. سياده اللواء، يعني عندي سؤال بسيط في الاخر يا فندم، وعايز تفصيل من حضرتك بصفه حضرتك خبير امني. الانباء اللي ترددت بشكل كبير جدا على مواقع الاخبار قبل مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص القبض على بعض الشباب على المقاهي قبل الاحداث دي، شايفها ازاي امنيا؟ دي كان ليها ضروره امنيه؟ يا استاذ كمال، وظيفه الشرطه منع الجريمة قبل حدوثها، والشق الأضعف ضبط ما قد يرتكب منها. الشق الأقوى هو منع الجريمة قبل حدوثها. لما ترد معلومات لجهاز الأمن الوطني إن في أعداد معينة من الشباب المنتميين لتيارات محددة إن هم بيقوموا بالتحريض وبيقوموا بطبع منشورات وبيقوموا بتهييج الرأي العام وإشاعة أخبار كاذبة لجعل هذا اليوم يوم فوضى وتدمير المنشآت والهجوم على كل منطقة وسط البلد وإشاعة الفوضى، لما يتم استصدار أذونات من نيابة أمن الدولة العليا بهذه التحريات وتوافق أمن الدولة العليا، نيابة أمن الدولة العليا، على إلقاء الضبط عليهم وتفتيشهم وعرضهم في خلال 24 ساعة، ويتم عرضهم على النيابة المختصة في المدة القانونية، والنيابة تخلي سبيل البعض وتحبس البعض، والبعض بعد 4 أيام اتعرض على غرفة المشورة وقاضي المعارضات ويتجدد له 15 يوم. إذا هناك قرائن وأدلة قوية يستريح ليها ضمير القاضي اللي جدد حبس هؤلاء الشباب حتى الآن، فما يتقالش إن هم مجرد شباب اتقبضوا عليهم من المقاهي، لا، دول كانوا محرضين ومشتركين في ضمن مؤامرة كبرى لإشاعة الفوضى في هذا اليوم والهجوم على المنشآت ومحاولة إسقاط النظام وإشاعة إن مفيش سيطرة على الأوضاع الداخلية. نعم. وهم الآن في أيدي القضاء العادل ينظر أمرهم. بالتأكيد الكلمة الأولى والأخيرة الآن في يد القضاء، إن شاء أن يحبسهم ويقدمهم من المحاكمة. بشكرك شكرا جزيلا السيد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا جزيلا يا فندم.